السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اليوم سوف أجعلك تستغل موقع يمنحك جميع أدوات الذكاء الاصطناعي من أحدث نسخة من شات جي بي تي وهي جي بي تي 4 وغيرها من الدال إي وكثير من ميزات الذكاء الاصطناعي. موقع you.com هذا هو الموقع كما ترون هنا. هنا يمكنك سؤاله باستخدام جي بي تي الحديث أو استخدام كرياتيف ريسيرش وغيرها. يمكنك السؤال على سبيل المثال بكتاب هاي، فنلاحظ أن الرد سريع ودقيق. مثلا لو استخدمنا جي بي تي 4 فسوف يطلب منا فتح حساب، لا يهم، يمكنك مباشرة عن طريق حسابك في جوجل أو عن طريق، على سبيل المثال سوف أسجل هذا هو إيميل، سوف أقوم بالضغط على continue with email، سوف تحصل على كود في الإيميل. هنا ننتظر إلى غاية التحقق. هنا قد قام بالدخول. للعلم هو يمنح لك يوميا 5 مرات مجانية. على سبيل المثال أريد استخدام جي بي تي 4.0 الحديث أو تيربو أو كلاود، الكلاود هو أفضل، أو استخدام اللاما الخاصة بمنصة الفيسبوك لشركة ميتا. على سبيل المثال build me up sender. ننتظر لحظات. ماذا سوف يحدث؟ To build a WhatsApp sender, you can use various tools and a platform that offer bulk WhatsApp. في رده قد أشار إلى بعض الإضافات التي يمكن من خلالها استخدام هذا الشيء، لكن على سبيل المثال أنا أريد الكود فأقوم بالرد عليه بكتابة I want the code example. ننتظر ماذا سوف يأتي الرد. Here is an example basic WhatsApp sender using باستخدام منصة تويلو sms.api وهي التي تمنح لنا API يسمح لنا بربطه بالإضافة عن طريق استخدام لغة البرمجة كالجافا سكريبت أو بايثون. هذا هو الكود ويمكن التجربة وهو دقيق، أو استخدام منصات أخرى كجيميني الأحدث وهو الخاص بجوجل وغيره من منصات الذكاء الاصطناعي. كما أشرت 5 مرات يوميا، أو يمكنك شراء النسخة البرو على سبيل المثال $20 شهريا وتستفيد من جي بي تي 4 جميعه وجيميني وغيره، أفضل من دفع $20 فقط للشات جي بي تي فقط. $20 في موقع يمكنك الاستفادة من جميع ميزات الذكاء الاصطناعي البرو، أو استخدامه كل يوم 5 مرات متتالية، أو عند الانتهاء من 5 قم بفتح ايميل جديد ثم قم بفتح حساب جديد واستخدمه. هذا ما كان في الفيديو. سلام.